انا متضايق قوي، انا متضايق قوي، متضايق قوي 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 قوي. ايه 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 اعمل ايه بس؟ سيب سيب من غير ما اكسر. مش هكسر، سيب. فادي جالي الشركه وهي ما بتردش عليا، يبقى 1000000% عرفت حاجه يا معتز. انا متضايق قوي بقى. ولا جايز يا اخي، ما تعرفش بتدل عليك. اسمع كلامي وروح لها البيت زي ما قلت لك. يا فندم شكرا يا عم حسين. اي خدمه ليك. طب بقول لك ايه، جهز لي رسومات الطاحونه اللي انا قلت لك عليها. اي جاهزه من امبارح. انا عايزك بقى تقول لي على اللي فيها علشان لما اقعد مع الراجل اعرف اقول اي حاجه. ها، وفي الحشيش اللي قلت لي عليه معتز؟ في الحشيش يا صاحبي مفيش اي حاجه. طب إيه؟ كان محترم مع ناس محترمين، لما اكون عايز حاجه زي كده اقول كابتشينو. ايه كابتشينو؟ سيم يعني؟ ايوه. طب ما تقول سيم يا اخي. ما انا اقول لك. اقعد هنا. فين قرش الكابتشينو؟ قرش الكابتشينو فين؟ سيم اهو. ها، ايه بقى؟ ايه ده؟ هتروح امتى يعني؟ كمان 10 دقايق كده. كنت متاكد اني هلاقيك هنا. شفت بقى جايب لك ايه؟ قرش حشيش عجب. مين يا عويس؟ ده الكلب يا فندم. كلب؟ اهلا هندسه، ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا دكتور؟ منور حبيبي. ازي صحتك؟ تعالى اتفضل. يا ترى ساره هنا؟ موجوده بس نايمه. انا مش جاي لها، انا جاي لحضرتك بس عشان الرسم. برافو عليك، يلا اتفضل. اتفضل اتفضل. في كلب بيرن، رن الجرس. بص قدامك. They must be found. يا ساتر. بلاش يا جماعه تعودوا على الحاجات دي، مش كويسه. الله الله، انا ابتدي اغير منك، انت بقيت صاحبه اكتر مننا دلوقتي. كيف بيزل بقى؟ يعني دماغ واحد يعني، مش واحده يعني. انا بحبهم اصلا. طيب يا بطل، قوم بقى فرجني التصميم اللي انت بتقول انك جاي تفرجه لي النهارده. طيب عمي، هي ساره لسه نايمه؟ ايوه يا حبيبي، ساره لسه نايمه. طيب يلا اتفضل اتفضل. وانا اعملك تيجي على طول. لسه المره الجايه شم ان شاء الله. انت لسه شفت حاجه؟ هخليك تور ورايا كده في الشوارع علشان شمه يا كلب. اخلص. الله، دي حلوه قوي 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 فعلا. الله يديك حق. برافو عليك يا عمر. لا ده انا اللي راسمها. ايوه انا بقول لك برافو عليك يا عمر. شفت الحلاوه؟ شفت هاي. شفت الريش بقى؟ ريش ازاي يعني؟ ريش طاحونه. ده بتجيب هوا ايه؟ جيب لا صباعك بقى لحسني طياره. بعدين دي كمان بالليل. لا دي في النهار بقى، لو شفناها الصبح هتفرق جامد جدا. هايل هايل. ربنا يخليك. شكرا يا دكتور. هي ساره لسه نايمه يا دكتور؟ ايوه حبيبي، قلت لك نايمه قبل كده. هي متعوده تنام خميس وجمعه كده على طول. تحفه تحفه، دي تحفه. في حد مشفر بياناتها؟ يعني متشفره. جبت لي البونيت ايه اللي قلت لك عليه؟ ودي حاجه تتنسي؟ الله. الحمد لله. سفره طويله يا دكتور. سفره دايما. سفره طويله معلش. الله، طب ما تخلص بقى الفخده. ولا اقدر. يا ده انا بطني اتنفخت على الاخر، ده انا اكلت كاني ما اكلتش بقالي 3 ساعات. تسلم ايديك يا دكتوره، والله اكل خفيف 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 يعني. ذوق واخلاق وشوربه ومحاش، مش عارف اقول لكم ايه. سي. طيب عن اذنك انا بقى اطلع حقن تطعيم الكلاب بالثلاجه علشان تفك. اتفضل يا دكتور اتفضل. عن اذنك انا هقوم اشوف ساره صحيت ولا لسه. اتفضلي. ايوه بقى كده. ايوه. وانا هتسيبوني في السفره الطويله دي لوحدي ولا ايه؟ الحقيقه انا جمعتكم النهارده عشان مش عارف اقول لكم اي حاجه. ها يلا يا عمر. يلا ايه؟ انا متطعم. لا لا، مش قصدي يعني عشان الوقت اتاخر، النوم يعني. بس انا ما بنامش خالص دلوقتي يا دكتور. يا اخي احنا عايزين ننام. احنا عايزين تروحوا يعني؟ انا اروح. ما تاخذنيش، اصل انا جو الالفه والاسره والعشره ده شدني قوي. طبعا اتفضل يا دكتور اتفضل. انا بس كان عندي استفهام صغير كده. اتفضل. طنطم وساره لما دخلت تصحي ساره ما ظهرتش تاني خالص، لحسن يكون في حفره في الاوضه ولا حاجه. نبص عليهم عند الجيران اللي تحت. هي ماتت ومدارين عليا. اتفضل يا عمر.
نورت يا حبيبي. ربنا يخليك. طيب لما ساره بقى تصحى ام البنج اللي هو فيه ده ويعني تفهم الغيبوبه دي شهر النوم اللي هي نايمه ده قول لها ان انا جيت بقى وسالت عليها. ماشي يا حبيبي يلا. مع السلامه. مع السلامه. مش قادر افهم ساره زعلانه منه ليه؟ قلت لها واد لذيذ قوي. حضرتك نسيت الباب مفتوح بس عشان يا سارة. لا يلا بقى يلا سارة. الله يا سيدي لذيذ قوي وقاطع من الاخر كده. طارق شفر كل البيانات دي وهو الوحيد اللي يعرف يدخل عليها. بس ما تقلقش يا باشا، احنا برضه ممكن نعرف نتصرف. انا كنت حاسس انه بيكذب. وده وقتك يا عم فادي. ايه يا عم انت؟ ايه يا مان؟ انت ليه عليا ما بتردش؟